وانتهى الموضوع. أي. هو اعلان نجم نقولوا سياسي من هيئه ظاهريا غير سياسيه، ولو ان هي سياسيه لانها تم تعيينها من قبل طرف سياسي واحد اللي هو الرئيس وفقا للوضع الجديد بعد 25 جويلي. الاعلان السياسي هذايا هل هو بإعاز من الرئيس؟ خاطر هنا مره اخرى ما السيد بوعسكر لا اللي كان عضو الهيئه المستقله الانتخابيه، مش سيد بوعسكر رئيس الهيئه هذه اللي هي معينه فقط من الرئيس، هو يعني موالي عموما ماشي في التوجه نتاع الرئيس يعني في المرحله السياسيه هذه. هل هو تم بإعاز من الرئيس ام لا؟ موضوع اخر ما نعرفش. في جميع الاحوال نعتبره اعلان سياسي فيه التزام. داير نحييه صديقنا سعيد زويري لازم نعطيه حقه، وهو خرج معناه حصري خاص بالديوان فهم يظهر لي اول تصريح واضح وكذا، ونعتبره خلينا نعتبروه اعلان سياسي لانه فعلا فما عدد من الاطراف السياسيه مازالوا يتسائلوا لتوا. فما اطراف سياسيه مش فقط اللي تحب تترشح، فما اطراف سياسيه تتقرب من الرئيس قالت له ليه مش لازم في ال 24 خلينا في 2027 27 وفق الدستور الجديد يعني كذا الاعشاب معناها طفيليه ولا وتفر. يا شرفوا فيك قضيه راه 54 انت رد بالك. انت هنا بالنسبه لي لاي شخص يعلن تقربه من الرئيس ويقول الرئيس خرجني من السجن وهو لا علاقه، يقدم لنا الادله كيفاش الرئيس خرجوا من السجن، والا هو تحايل سياسي. انا قلت فطريات سياسيه، تحيل سياسي، هو تحيل سياسي. انا وين الناس هذيا دو اونتربرونتيز عانى الوقت لا وين اللي مش فيهم الناس هذوما وربما يمشيو على مع المرسوم 115 لا على 54 التحيل السياسي في وسائل الاعلام لا على 54 لا انا ما نمشيش ما نشكيش على مرسوم 54 نعتبره انا مضاد للحريات بالعكس هو مش نشكيو بيك مش نشكيو بيك وين باش نمشي هو مشاكين بيك على المرسوم 54 باش نمشي للسلطه القضائيه نقول لهم الناس هذوما فعلا متحايلين سياسيين قالوا لي انتوما الرئيس ضغط عليكم باش تخرجوا من الحبس، يورينا كيفاش الرئيس ضغط عليكم باش خرجتوا من الحبس. اما والا تحايل سياسي يطلع يكذب في وسائل الاعلام موضوع اخر. نرجع اللي به فائده من بعيد على الفطريات والطفيليات والامور هذه. الحاجه اللي تهمنا بالحق اللي تهم مصير البلاد. المهم زاد القانون الانتخابي اللي مش ضغط. هو قال القانون الانتخابي ما فيش حتى شيء جديد بخلاف ما لقح في الدستور. اللي مازال ما تلقاش عمليه. خاطر الناس تحكي على تغيير القانون الانتخابي اللي عنده قضيه مازال تجاريه ما ينجمش يترشح وغيره. النقطه اللي قالهم هو هنا بار كونتر هنا خلينا نقول اللي الرئيس هو المره اللي فاتت عمل القانون الانتخابي من غير ما يشاورهم هما. وهما حتى كي طالبوهم منهم نبيل حاجي طالبهم شنو هل عطيتوا ابديتوا رايكم في القانون الانتخابي؟ قالوا له لا ما نجموش نقولوا لك والا سانا باش الراي العام باش يدخل في مساله تهم الامن القومي. تهم الامن القومي. به القانون الانتخابي نجم يخلقها تلقاحه مره اخرى ومن الرئيس مره اخرى، مازلنا ما نعرفوش. هذيك نقطه انا نقول لازمنا نستناو في علاقه بالموضوع هذا. بار كونتر هو براتيكمون خلونا اعلان بدايه للسنه الانتخابيه. انا نحب نحكي على ندوه صارت نهار السبت حضرت فيها بتنظيم ثلاثة جمعيات منها الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان اللي ترأسها الأستاذ عايش الهمامي وجمعية نشاز والمفكرة القانونية. ندوة انتريسون صار فيها نقاش انتريسون في البانيل الأولاني اللي صار فيه مداخلات حول الجانب السياسي تطرح داخل المعارضة خاطر حضرت وجوه معارضة أساسا مسألة انتخابات 2024 ولاحظت بداية النقاش داخل صف المعارضة حول مسألة المشاركة، بل بعضهم ماشي في مبدا المشاركه لكن هل تم الاجماع على وجه اللي مثل المعارضه ام مجموعه من الوجوه اللي تنافس في الدور الاول وتحاول انها في الدور الاول تمشي ثم يقع الاتفاق في الدور الثاني على وجه المهم بدا فما حركيه وامبورتونت انتريسونت الحركيه وجبتوا البارح نبيل في علاقه بالموضوع نتاع هل الازمه الدستوريه. انا اعتقد ما فهمت مشكل البلاد ما عمره ما كان ازمه دستوريه لا في 2011 لا 2019 والحاجات اللي ضرت بالمسار العام خاصه الاصلاحات الاقتصاديه والاجتماعيه هو التركيز على انه مشكل البلاد دستوري هزنا ثلاث سنين لاعداد دستور ثم قايس سعيد قعد عامين وهو يرسي في هالوضعيه نتاع الدستور والمؤسسات اللي خلينا في الاخر موضوع الطاقه وكالمواضيع بالحق والفلاحه اللي هي قادره تعمل اجماع للناس على العمليه السياسيه هي اللي تخلي الناس تمشي تتبنى العمليه تقول هي نحن معاكم ما دام تصلحونا في الامور هذه هذاك اللي بيه فايده تعمل لهم اعز دستور في العالم ما يعملكش اتفاق ما دامكش ما حليتلوش مسائله الرئيسيه اللي صارت على خاطر الثوره هذا جست على جنب. اما السنه السياسيه بامتياز شنو ناقصها معز؟ شنو ناقصها؟ ناقصها التزام من السلطة السياسية جوستومون انه ما يقعش استعمال مرسوم 54.24 منه لملاحقة المعارضين السياسيين، انه ما يقعش يلزم ترقية الحياة السياسية، يلزمك تخلق مناخ نتاع تحسس الناس اللي فما تنافسية حقيقية. ماذا حكينا فيه؟ راهو كان باش نمشيو الانتخابات، باهي اعلنا الدات الفلانية،
اما ما تكونش انتخابات حره ونزيهه وتنافسيه، نفس اللي جابت الرئيس قيس سعيد للمنصب هذايا، اي جرح لمشروعيه هالمقام هذايا مقام رئاسه الجمهوريه، فان عبر انتخابات حقيقيه تنافسيه ونزيهه وحره هو سيضر مش فقط بمصداقيه الانتخابات، سيضر بالوضع العام والمصلحه العليا للدوله. تعرف علاش؟ على خاطر شفت النقاشات اللي نحكيوها عليهم على الطاقه وتترا، نحبوها تصير في الحمله الانتخابيه حقيقيه وكل مرشح يقدم لنا تصور ورؤيته وبرنامجه هذه، مش اني باش نعمل نبدل الدستور ونعمل لا، انت كيفاش تصالح البلاد. وانتر بارونتيز، الناس اللي عملت انتخابات دخلت انتخابات 2019 اغلبيتها اغلب المرشحين دخلوا مش على صلاحيات دستور 2019 بل عليه مشاريع كذا. علاش؟ خاطر شعبيا فما طلب بالهذيك، طلب اخويا صلح لي باي شد الواحد يسوق، اما صلح، اما يطلع بشكل تنافسي حر ونزيه.